بحضور الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة، افتتح معرض تراثي للنحاسيات بعنوان نبض الفيحاء في المركز الثقافي بالعدوي. المعرض يسلط الضوء على التاريخ الثقافي السوري بإبراز جمالية الأعمال النحاسية اليدوية من خلال فئة من الشباب بإشراف شيخ الكار. مهمتنا هلأ نوضح توضيح كامل عن القطعة الفنية، عن التراث الماضي، عن إحيائه من جديد وتوثيقه وإضافة له لمساتنا الفنية، لأنه في عنا لحنا إبداعات، مو بس إبداعات هذه توارثناها، عنا إبداعات من عنا عم نضيفها ومنحط لمساتنا، عم نحبب الجيل الجديد بهذا التراث السوري اللي وصلت إبداعاته لكل دول العالم. هذه المعارض البصرية التي حرص أبناء سوريا من خلالها على إحياء وتوثيق التراث الشعبي ليبقى حاضرا عبر الأجيال لتتوارث تلك الأعمال اليدوية بجماليتها.